السلام عليكم إخواني، مساء النور عليكم. اليوم إن شاء الله موضوعنا وهو حول مؤسسة من أرقى المؤسسات في التعليم العالي على الإطلاق. هنا نتكلم على المدرسة الوطنية العليا للإدارة بحيدرة. لو أنا لما نقول أفضل مؤسسة يعني تعليم على الإطلاق، يعني لما تخرجه وتكونه من إطارات سامية يبلغ حتى منصب رئيس الدولة ورئيس الجمهورية، لأن الوظيفة الرئيسية لهذه يعني المدرسة العليا ما هو؟ تكوين إطارات قادرة وسامية من أجل تسيير مؤسسات الدولة من أقل مؤسسة وهيكل إلى أعلى مؤسسة وهيكل، البلديات، الدوائر، الولايات، الوزارات والجمهورية كاملة. لذلك يعني معروفة أنه كثير من يعني الوزراء والسفراء يعني تكونوا فيها وعبروا من خلالها المدرسة وارتقوا إلى أن أصبحوا يعني سفراء وزراء وحتى رؤساء مثل الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. بالنسبة للتسجيل في هذه المدرسة واللي راهي قديمة، يعني هي تكونت بدأت العمل في 1964. التسجيل فيها وطني ويخضع لمسابقة، لكن المسابقة هذه فيها شروط يعني صارمة. أول شروط هذه أنك يكون عندك الجنسية الجزائرية يعني صافية. الأمر الثاني، الشرط الثاني، يكون عمرك ما يتجاوزش 28 سنة على الأكثر. أكثر من 28 سنة ترفض مباشرة. الأمر الثالث، أن يكون يعني المترشح للمسابقة يعني عنده ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يعني ليسانس في التخصصات الآتية على الخصوص: في الحقوق، أو ليسانس في علوم اقتصادية، أو علوم سياسية، تخصص تنظيم إداري فقط، ماهوش علوم سياسية في غيرها. كذلك ليسانس علوم تسيير أو ليسانس المانجمنت. كل خريجين يعني بهذه الليسانس هم يعني مقبولين من أجل إجراء المسابقة. شوفوا هنا يعني الصرامة والانضباط في اختيار يعني نوع المسير، نوع المسؤول نتاع المستقبل. كذلك الشرط الرابع، وهو أن يكون يعني هنايا المترشح للمسابقة هذه مسوي وضعية الخدمة الوطنية، مسوي وضعية الخدمة الوطنية، وإلا فلا يقبل مطلقا. كذلك هناك فرصة للموظفين، المرسمين، يكون مرسم مثبت وعمره ما يتعداش 38 سنة، هذا خاص الموظفين، يعني يثبت أنه موظف وأنه مترسم وأنه يعني عمره ما يفوش سنة كذلك، وعنده أقدمية كذلك في البوست نتاعو، في وظيفته، منصبه في هذه يعني الإدارة اللي يخدم فيها على الأقل 3 سنوات. وكذلك موظف هذا يكون عنده كذا شهادة ليسونس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في نفس التخصصات اللي ذكرناها آنفا. إذا الموظف هذا كأنه يحبوه يكون يعني مينياتور تاع إطار، يعني إطار نوعا ما شبه مكون باش يكملوا يكونوه، يصبح يعني هو أمير ويصبح والي ويصبح وزير وهكذا. المسابقة هذه في الالتحاق بمدرسة العليا للإدارة في اختبار شفهي وكتابي، ولكن الكتابي هو الرسمي، الكتابي هو أهم يعني يعني معيار الانتقاء واختيار الطلبة. كتابي فيه 3 مواد. المادة الأولى وهي ثقافة عامة، وعملها 3 يعني تعقب فيها 3 ساعات. المادة الثانية هي مادة خيارية، تختار يعني لما تعقب منها الامتحان أحد هذه التخصصات: إما مادة المؤسسات السياسية والقانون العام، إما مادة القضايا الاقتصادية والمالية، إما مادة تخصص تسير علوم المنظمات والمانجمنت، واحدة منهم فقط. هذه أهم يعني مادة
فيها خيار، تخيل واحد منهم فقط، وفيها امتحان ثلاث ساعات ومعملها أربعة. كذلك عندك مادة ثالثة وهي لغة أجنبية، إما فرنسية أو إنجليزية، معملها واحد وفيها ساعتين امتحان تاعها. إذا كما قلنا الاختبار الكتابي هو يعني العامل الرئيسي، أما الشفهي فهو يعني شيء إضافي من أجل تثبت يعني من أن هذا الشخص يعني شكلا ومنطقا وشخصية وصورة يقدر يكون يعني في يوم ما مسؤول محترم. الشفهي قلنا تكون عندي مقابلة مع لجنة، حول موضوع يعني ثقافي، أو يعني في مجال الثقافة أو مجال السياسة أو الاقتصاد أو مجال اجتماعي، فقط مدة 20 دقيقة فقط، 20 دقيقة فقط في أحد هذه الميادين. بالنسبة للدراسة في هذه المدرسة فهي يعني دراسة صارمة جدا جدا جدا، والعطل فيها قليلة جدا جدا جدا، والبرنامج الدراسي مكثف جدا جدا جدا، لكنها تشبه الجامعة من حيث أنه فيها كذلك محاضرات وأعمال موجهة. الآن المدرسة هذه يعني فيها ميزة خاصة، وهي أنها توفر لك تكوين يعني تخرج منها فقط خلال 3 سنوات، يعني هنا ما تقراش 5 سنوات أو 4 سنوات، تقرا فقط 3 سنوات تخرج بمنصب متصرف إداري رئيسي. والمنصب هذا مضمون، يعني تخرج من المدرسة العليا هذه الإدارة راك توظف عند الدولة مباشرة، يعني مضمونة رسمي متصرف إداري رئيسي. ثم تترقى يعني عبر السنوات، مثلا تطلع مثلا أمين دائرة، رئيس دائرة، أمين عام ولاية، والي، وزير، سفير، وهكذا رئيس جمهورية. لذلك هنايا المنافسة في المدرسة هذه راهي يعني منافسة شرسة، وكاين حتى المعروف أنه أبناء المسؤولين، الوزراء والسفراء، دائما يعني يوصوا على أولادهم باش يدخلوا ويتقبلوا في هذه يعني المدرسة العليا. لذلك فيها منافسة كبيرة جدا 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 الالتحاق بها، لأنه يعني منصب يرشحك أنك يوم ما تكون إطار سامي ومسؤول عالي في الدولة. دراسة في اللغة العربية، وفيها مادة يعني تقرأ إنجليزية أو فرنسية، وفرنسية في زوج، فرنسي أونجلي. كذلك ما يميز هذه يعني المدرسة العليا بالإضافة إلى يعني المنصب المضمون وإلى 3 سنوات وتخرج، أنه الطالب هنا يتمتع بمنحة شهرية قدرها 16 100، يعني 1,600,000 كل شهر، وهذه يعني سابقة بالمقارنة ببقية يعني الجامعات والمدارس العليا، يعني عبارة عن يعني مرتب أو مدخول معقول نوعا ما، بالمقارنة مع بقية الجامعات وبقية المدارس العليا. إذا خاوتي هذا هو كل ما يخص يعني هذه المدرسة العليا الإدارة. كما قلنا أنه يعني اللي عنده فرصة أنه يلتحق بها وطموحه يعني يعرف نفسه أنه قادر يكمل ويمشي في هذه المسيرة، يصبح يعني مسؤول يعني قادر وكابابل، فالمدرسة هذه يعني أفضل خيارات هذا الشخص. يعطيكم الصحة وشكرا وبارك الله فيكم.